إنه الأسبوع الأخير لمحاكمة فرانشيسكو شيتينو ربان سفينة كوستا كونكورديا التي تحطمت قبالة سواحل جيجليو الإيطالية. ويواجه شيتينو تهم الإهمال والقتل غير العمد، عقوبتها السجن قد تصل إلى 26 سنة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة غروسيتو حكمها بعد مرافعة أخيرة يوم غد الثلاثاء، وطالب محامو الدفاع تبرئة موكلهم. أما ماركو دولوكا محامي شركة كوستا للرحلات البحرية فقد حمل الربان المسؤولية، وقال إن الشركة لم تتخلى عن أحد، مضيفا لقد حاول إنقاذ نفسه وهذا حقه وسيحكم القاضي بذلك، لكن لم يتخلى عنه أحد وإنما هو من تخلى عن السفينة وهذه هي مسؤوليته. هذا الحادث الذي وقع قبل 3 سنوات أسفر عن مقتل 32 شخصا. شيتينو فر بنفسه قبل إنقاذ المسافرين. محاموه يقولون إنه اتخذ الإجراءات التي جنبت وقوع كارثة قد تكون أسوأ بكثير.